بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل الخير متابعيني الكرام، متابعي قناة يوميات دودو. زي ما قريتوا كده في العنوان، بنكود لتاني مرة. أيوه، بنكود لتاني مرة. إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ ببساطة الموضوع إن عندي قناتين ما شاء الله، القناتين اتحقق فيهم الشروط والقناتين ادفع. ده الجواب اللي هو الاولاني، كنت عملت بيه فيديو معاكم بعنوان رحلتي مع البينكود، وده اللي فعلت بيه القناة اللي بيتعرض عليها الفيديو حاليا اللي هي قناة يوميات دودو. وده البينكود الجديد لقناتي التانية، لسه وصلني النهاردة حالا. النهاردة ايه؟ النهاردة الاثنين 29 نوفمبر 2021. مع العلم ان الجواب التاني دوت القناة بتاعته المفروض ان هي اقدم من قناة يوميات دودو. يعني القناة ديت معمولة من سنة 2016، وما شاء الله حققت نجاحات كتيرة جدا، عاملة ما يقرب حاليا من 1,000,000 مشاهدة، قربت فعلا على 1,000,000 مشاهدة. وكان مفروض فيه أرباح، يعني عملت أرباح فعلا. ورسلوني هم في الحقيقة مشكورين في جوجل أدسنس، رسلوني قبل كده بيطلبوا مني تأكيد صحة العنوان علشان يبعتولي الدفعات بتاعتي، بس للأسف أنا في الفترة دي كنت مشغولة جدا في عملية العزال والنقل وتغيير محل سكني. ويمكن انتوا كمان عاصرتوا معايا، اصدقائي القدامى في القناة عاصروا معايا الايام والاحداث دي. فاللي حصل ان هم بعتوا لي البين كود قبل كده للقناة ديت، بس للأسف الجواب فقد لتغيير محل سكني. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ ايه اللي حصل بقى؟ اني انا لما استقريت الحمد لله في محل سكني الجديد، رحت راسلتهم بقى مرة تانية، باخترتهم بعنوان سكني او محل سكني الجديد. وعلى طول طبعا على الفور الناس ما كدبتش خبر، بعدها يمكن بعشرة ايام تقريبا بعتوا لي البين كود اهو. انا من فرحتي فتحت من جنب، بس قلت لا، لازم برضو الحدث دوت اسجله، زي ما سجلت كده البين كود بتاع يوميات دودو، اسجل كمان البين كود بتاع قناتي التانية. قناتي التانية يا جماعة، او يتعتبر بقى قناتي الاولانية او قناتي الاقدم، هي قناة متخصصة شوية، قناة تعليمية متخصصة في مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية وما فوقها. يعني تقدروا تقولوا كده ان اللي بيدرسوا مثلا في الجامعة او اللي بيعملوا دراسات عليا، ممكن ان شاء الله القناة دي ممكن يستفادوا منها. كمان ابناء من طلبة وطالبات الثانوية العامة كمان ممكن ان شاء الله يستفادوا منها. تمام، فهي القناة للدارسين والمشتغلين بمادة اللغة العربية. برضو على فكرة القناة دي برضو اتفعلت بالجهود الذاتية في القناتين الحمد لله. القناة بكررها للمرة التانية، القناة اتفعلت، القناتين اتفعلوا من غير اي مساعدة من اي حد ولا من اي جهة، علشان الناس اللي بتصرف فلوسها وبتستعجل علشان تعمل حاجات ممكن ان هي تضرها وتضر قناتها بعد كده. فانا لا، بقول لهم ان جماعة بشوية صبر وشوية مثابرة تقدروا ان شاء الله تحققوا اللي انتوا عايزينه. الجواب بصوا بيبقى جاي عامل ازاي. بصوا شايفين بيبقى فيه، شايفين الخرام ديت اهو، هو المفروض يتفتح من هنا، ما يتفتحش من اي حتة تانية. حتى هو لو جيتوا بصيتوا كده هتلاقيه مكتوب بحروف مقطعة، بيقول لك ايه؟ ازل الحواف الجانبية اولا. اهو مكتوب حروف متفرقة وفي نفس الوقت من الشمال لليمين، ازل الحواف الجانبية اولا. يعني ما جيش من النص كده واحاول اتعامل معاه او استعجل واتعامل مع الجواب بعنف، لا، بتعامل معاه برفق وانا بفتحه. اهو من الثلاث جوانب انا فتحت جانب، فاضل الجانب دوت والجانب ده،
ليه كده، ليه كده. انا الكلام ده قلته في الفيديو الاولاني وفي الجواب الاولاني وهنا بكرره تاني، علشان انا مفيش ورقه جوه، يعني جوه مفيش ورقه تانية، ده هو البين كود بيبقى مطبوع على الظرف نفسه من الداخل. يعني هفتح معاكم كده. طبعا انا بعد ما بتني الجزء ده كده باجي برفقة جدا بسم الله، وبفتح كده بتفتح طبعا معايا بكل سهولة. ادي جهة وادي الجهة الاخيرة اللي فاضلة، اهو بصوا. طبعا هاجي هفتح لكم بس عشان اوريكم الكلام بيبقى مكتوب ازاي وفين. يعني هم هنا مشكورين جايبين لكم على ظهر الظرف من الداخل الخطوات اللي تقدروا تسجلوا بيها الرقم التعريف الشخصي بتاعكم. يقول لكم الخطوة الاولى سجل الدخول الى حسابك في ادسنس على الرابط كذا. المفروض اصلا الرابط ده احنا اول ما بنفكر ان احنا ننشط القناة بتاعتنا او نفعل القناة بتاعتنا بنكون محتفظين بيه اساسا، سواء على الموبايل او على الجهاز بتاع سطح المكتب. فالمهم اللي مش عنده فبيدخل على الرابط، هو هضيفه لك اهو. الخطوة التانية هننقر على رمز الترس، ومنها هنختار الاعدادات او نحدد الاعدادات. الخطوة التالتة في من هلاقي في شريط تنقل كده على اليمين، هختار منه معلومات الحساب، ثم انقر على التحقق من العنوان. واخيرا الخطوة الرابعة ادخل رقم تعريفك الشخصي كما يظهر على اليسار، ثم انقر ارسال رقم التعريف الشخصي. مع جزيل الشكر فريق جوجل اسس. هنطبق بقى دلوقتي مع بعض الكلام ده ان شاء الله، وعشان تشهدوا معايا الحدث ده ونفعل القناة مع بعض. دي قناتي اهي يا جماعة، التانية النبراس في اللغة العربية، تمام. الغلاف والرمزية بتوع القناة اهو، لو حد حابب يزورني اهلا وسهلا ومرحبا. وهنا الصفحة بتاعت حساب جوجل ادسنس، شايفين الدايرة الحمراء وعلامة التعجب اللي جواها دي مكتوب فيها ايه؟ لم تعد تعرض اعلانات، او لم تعد تعرض اعلانات لان عملية التحقق من العنوان لم تكتمل، يرجى اثبات صحة عنوانك حتى يمكن استئناف عرض الاعلانات. وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الدنيا فيها، يعني فيها ارقام وفيها حاجات حلوة موجودة. فتعالوا كده مع بعض. هنا بيقول لي إثبات صحة عنوان إرسال الفواتير، تم إرسال رقم تعريف شخصي بالبريد في 11 نوفمبر 2021. ده الوقت اللي أنا طلبت بعت فيه إن هم يرسلوا لي رقم التعريف يوم 11 نوفمبر. من المفترض أن يستغرق وصوله من 2 لـ4 أسابيع. يرجى إثبات صحة عنوانك بإدخال رقم التعريف الشخصي الذي أرسلناه إليك. فعلا النهاردة تم ارساله، وصل لي النهاردة يوم 29 نوفمبر. هو وصل من قبل كده بصراحة، بس انا ما يعني ما قدرتش اجيبه غير النهاردة. هعمل ايه دلوقتي؟ هضغط هنا على رقم تحقق، تمام. هتظهر لي الصفحة دي، هضغط هنا كده بالماوس وهيظهر لي كتابة باللون اللبني الخفيف كده بيقول لي رقم التعريف الشخصي للتحقق المكون من 6 أرقام، اللي هو اللي انا وريته لكم دلوقتي جوه رسالة البين كود اللي وصلت. هدخل الرقم كده وبعد كده هضغط على ارسال. تمام، انا هنا كتبت كده سجلت الرقم، هضغط على المستطيل اللبني دوت مكتوب فيه كلمة ارسال، هضغط عليه. تمام، هنا بيقول لي التحقق من العنوان، بعد ما كان بيقول يرجى الاهتمام جالي هنا في كلمة مكتملة اهو، يعني هما كده تمام تمكنوا من الوصول للعنوان الصحيح. وهنا هو بعد ما عملت تحديث للصفحة علشان اشوف معلومات الدفع، ظهرت لي الصفحة دي كده زي ما انتوا شايفين، جايب لي فيها الارباح المقدرة، وطالب مني بقى طريقة الحصول على الدفعات، وان بيطلب مني ان انا اضيف طريقة يعني لتلقي الارباح.
طبعا دوت عايز له فيديو مستقل، وعايز له كمان مشوار للبنك، محتاج اخد شوية معلومات من الحساب البنكي الخاص بي علشان ابدأ ان انا اراسلهم واتلقى الدفعات. يا رب عقبالكم كده كلكم، دعواتكم. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وافدكم، والقاكم ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.